إنجاز كبير مصر حققته كالمعتاد طبعاً في تاريخ مشاركتها بالبطولة العربية للألعاب المائية. مصر حصدت 173 ميدالية، من ضمنهم 88 ذهبية و48 فضية و37 برونزية، وتوجت بجميع الكؤوس لمختلف المراحل السنية للرجال والسيدات في السباحة القصيرة والغطس. وكمان بنعقد أمال كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأفريقية واللي برضو هتنظمها مصر في شهر إبريل اللي جاي، ونقدر بقى ان احنا كمان نحصد اكبر عدد من الميداليات عن النسخ السابقه كمان. يا من احنا لينا حظ كويس في الالعاب المائيه، واحنا كمان عندنا منافسات محترمه وعندنا منافسين محترمين وعندنا بقى لعيبه مصريين عندهم بيز كده زي ما بنقول. معانا النهارده ضيوفنا في الاستوديو اللي منورنا الكابتن جمال ناصر مدرب السباحه، وكمان ابطال مصر في السباحه دارين عادل مواليد 2010، اهلا وسهلا يا دارين، والسباح احمد سمير مواليد 2008، اهلا وسهلا يا احمد، منورنا يا كابتن. اهلا وسهلا، يا اهلا بحضراتكم، منورنا والف الف مبروك. طيب كابتن، يعني نبتدي مع حضرتك، ازاي انت شايف هيمنه منتخب مصر للسباحه على المراحل السنيه المختلفه للبطوله العربيه؟ وشفنا ازاي اسمنا موجود في مواليد كل حاجه بتتقال فيها، بنلاقي ميداليه واكتر يمكن كمان في السباحه. الحمد لله. اولا انا سعيد جدا ان انا موجود مع حضراتكم في برنامج عريق زي صباح الخير يا مصر من زمان، وانا يعني بحب البرنامج ده جدا ومبسوط اكتر ان انا مع حضراتكم. طبعا عماد مصر في السباحه يعني نتاج لشغل كبير جدا من الاتحاد المصري للسباحه، ويمكن احنا بانت الرؤيه اكتر وازاي ان احنا نطينا جامد جدا في على مستوى السباحه الافريقيه. يمكن البطولة اللي فاتت أكد الكلام ده، يمكن عارفين أن أفريقيا جنوب أفريقيا نوعا ما مسيطرة على السباحة، إلا أن احنا بقينا بننافس بشدة على مستوى أفريقيا. جميل. وده كانت نتيجته ظهر أكتر كمان في البطولة العربية، أن احنا أول عربيا، وإن شاء الله بمساعدة باشمهندس ياسر اللي فعلا داخل في الاتحاد بقوة الفترة دي، ويمكن دعمنا رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومدعمنا جامد جدا الفتره دي علشان نقدر نوصل لاعلى من كده كمان باذن الله. طيب نروح بقى للابطال. يا دارين عامله ايه؟ الحمد لله، الف مبروك. عملت ايه في البطوله؟ عملت 4 ذهب و2 فضه. ما شاء الله. ايوه، نقسم بقى، قول لنا 4 ذهب في ايه وفي ايه، و2 فضه كانوا في ايه، ولعبت مع مين وكسبت مين وما كسبتش. بالراحه بس، واحده واحده. الحكايه كلها خدت 2 في التتابع، الاربعه في 100 والاربعه في 200، واثنين في ال 400 حرة و 200 متنوع، ورقم عربي جديد. انت سباحة، فاهمة الكلام ده؟ اعتقد انا مش سباحة بس خالص. يا تمام، بس بودي ولادي تمرين سباحة عارفة بيقولوا ايه. واثنين فضة، واحدة في 200 بريست وواحدة في ال 200 حرة. ما شاء الله، جميل. وبالنسبة لك؟ حصلت 8 4 ذهب و 4 فضة في ال 4 ذهب سباقات تتابع، 4 في 100 حرة متنوع، 4 في 100 حرة و 4 في 100 متنوع مختلط، واربعة في 200 حرة أولاد، واربعة في 100 حرة أولاد برضو، اربعة فضة 100 حرة و200 حرة و400 حرة و800 حرة. المنافسات بتكون صعبة؟ كانت صعبة يا دارين؟ كانت صعبة. كان معاكي أبطال مصنفين؟ طبعا، عشان برضو منتخبات اللي هي بره مصر وكده، كانت منافسة صعبة. طيب كابتن، علشان نعرف نقسم الشباب مين هيلعب ايه وهيلعب وترتيب المنافسه نفسها، يعني اكيد ما ينفعش تبقى المنافسات كلها في يوم واحد، اللاعب مش هيبقى قادر عضلاته تدي ومش هيبقى قادر يدي، بنعمل ايه؟ بنشوف قرعه ولا يعني ايه اللي بيحصل علشان نقدر نقسم الشباب او الابطال، بلاش اقول الشباب بقى، الابطال على الايام وعلى المنافسات؟ بصي، هو في طبعا جدول بينزل للسباقات، وعلى هذا الجدول السباحين بيبقوا عارفين سباقاتهم ايه، فبينزلوا في السباقات دي. الا ان مثلا فعلا بتواجهنا مشكله، ويمكن مثلا دارين وبرده واحمد سمير كان عندهم يوم كامل، عندهم سباقات الصبح وتتابعات وسباقات بالليل. طبعا الموضوع ده بيبقى محتاج ريكفري كويس جدا عشان اقدر ان انا ادخل جسمي فايق واقدر ادخل في السباقات. ويمكن كابتن الفيتنس وكابتن بودا عندنا في الفيتنس والريكفري كويس، وكابتن منتخب مصر كانت مهتمه جدا بالحته دي، ودي يمكن احنا بنراعي كويس جدا، علشان زي ما حضرتك قلتي موضوع حضرتك يمكن بتفكري فيه موضوع صعب جدا، خاصه سباقات انت مطالب ان انت تجيب فيها نتيجه. طب انت داخل بتمثل مصر، فمحتاج تعمل ريكفري كويس جدا عشان جسمك فايق في الموضوع ده، فالريكفري كلمه السر يعتبر يعني. طيب انتوا بتستعدوا ازاي بقى للبطولات دي؟
يعني ابدا جهزي نفسك ازاي انت كده كده بتروح التمرين بتاعك ده الطبيعي لكن دلوقتي احنا عندنا بطوله مثلا فهنعمل ايه اول حاجه طبعا بركز قوي ان انا اركز اكتر على التفاصيل يعني مش تمرين اكتر وكده وكمان بعمل ريكفري كويس جدا واطول واسترتشات وابدا اخد بقى الموضوع بجد وكده بس يعني بس يعني هل بتعرفوا مثلا يا احمد المنافسين بتوعكم طبعا بيبقى قبل السباقات نعرف مشاركين في البطولات وكده تعرفوهم كويس وتعرفوا طريقه لعبهم تشوف فيديوهات مثلا بتاعتهم طبعا طبعا احيانا احيانا مش دايما يعني يمكن كتر الاحتكاك بيبقوا بيخليكوا عارفين بعض وعارفين مين بيعمل ايه وطريقه الفينش بتاع واحد لو هو جاله شد ولا حصل له حاجه بتبقوا فاهمين انتوا التفاصيل دي طبعا. انت بتبقى متمرن على اساس ايه ان لو لا قدر الله انت حصل لك انت دروب تقدر تتعامل معاه ازاي وانت في الميه طبعا بيبقى فيه اسباب ليه ان انت تعود في الميه تمرين بيبقى تعود بقى بدايه فينش كده والمدربين طبعا بتساعدنا على الكلام ده اكيد طيب هو انا بس عندي استفسار في موضوع السباحه ده هو ليه الصبح بدري ليه دايما تمارين السباحه الصبح بدري والله بص اليوم اليوم بيبقى ضايق جدا خاصه ان انت عارف الدراسه اليوم بيبقى مرهق جدا فمثلا في يوم ايام الدراسه فاحنا امتى ياخد بس الجرعه يعني التدريبيه بس مساله الوقت الفاضي بس ملوش علاقه مثلا بطبيعه الجسم او اي حاجه هو الساعه البيولوجيه برضه بالظبط يعني الساعه البيولوجيه بتاع الجسم ويمكن الصحيان بدري ويمكن يكلمك اكتر يمكن صباحين منتخب بيبقى حاسين بالقصه دي ان هو تمارين الفجر بالنسبه لهم حاجه طبعا بيبقى جسمي بيفرش كده وبيبقى اول حاجه ليك انك تنزل التمرين فده بيساعد برضه انك بتادي 100% بنسبه 100% انك تادي التمرين صح وفي بركه صعب بدري تصحى الصبح بدري تنزلي لا طبعا صعب بس يعني انا مثلا لما انزل كوره تمرين فجر او كده ببقى خلاص جسمي متعود يعني ان هو اصحى فجر يعني زي ما انت جاي صباح الخير كده الفجر برضه اتعودت انت برضه لما جاي الفجر مش كده ولا ايه؟ عندك حق تعودنا فعلا المنافسات بقى بيكون في نفس الوقت يعني البطوله مثلا ساعات بص بقى قبل بنعمل تكيف بقى يعني قبل البطوله بنعرف المواعيد فبنظبط مواعيد التمارين على اساس السباقات بتاعتها يمكن عملنا كده برضو مع دارين في ميعاد السباق كانت بتتمرن بالظبط طيب خلينا نقول دارين 2000 وكام مواليد 2000 وكام 2010 واحمد 2008 يعني احنا لسه في الدراسه في التعليم الاساسي انت في سنه كام انا في ثالثه اعدادي اوكي واحمد داخل ثانيه سنه ده السنه الحاسمه بقى ابتدينا داخلين التفاصيل تفاصيل التدريب بتبقى ازاي فرق في الصيف عن في الشتاء انا عارفه ان يعني اعتقد عدد الساعات مش بيختلف كتير ولكن يمكن ترتيب اليوم ولا لا كمان ممكن الساعات بتختلف يعني ممكن لو فجر يبقى احسن وساعات ممكن بالليل يبقى احسن وكده عشان بعد الفجر بروح التمرين وكده فيعني ايه احكي لي اليوم كده انا بصحى الساعه كذا بعمل كذا بروح بفطر في الوقت كذا يا دوب احكي لي كده يوم يعني مثلا انا بصحى الفجر مثلا لو عندي فجر بنزل تمرين وبعد كده ارجع افطر الحق افطر بسرعه وانزل المدرسه وبعد كده ارجع اكل واروح بس يعني لو في فتنس بروح الفتنس لو ما فيش بنام على طول بس يعني. نفس النظام يا احمد نفس النظام بس انا بصحى بدري شويه وايام السبت السبت بيبقى عندي فتنس الصبح مش في دراسه طبعا فبروح الفيتنس وبرجع ريكفر بقى واكل وكده وبنام ايه الصعوبات يا كابتن اللي واجهتكم في البطوله دي والله بص صعوبات كتيره جدا طبعا ان انت لما بتبقى عارف مواعيد البطوله بتحط اهداف معينه وسباقات كتير يعني مثلا واحده زي دارين عندها اكتر من سباق فمش تخصص واحد يعني في ناس بيبقى عندها تخصص احمد سمير مثلا عنده تخصص حره بس يمكن دارين عندها متنوع وعندها حره وعندها بريست ده كله تنوع بيجبرك ان انت لازم تمرن الحاجات دي كلها على طريقه معينه بحيث ان انت برضه عايز تكسب في كل السباقات صحيح فدي من ضمن الصعوبات اللي واجهتنا يمكن في الفتره دي خاصه الوقت كمان ده احنا عملنا ترايل قبلها التجارب علشان نقدر نتاهل للبطوله العربيه مش كل الناس قدرت تدخل البطوله العربيه الناس اللي قدرت بس ربنا وفقها في الترايل ده وطبعا يعني القصه كلها الصعوبات اللي انا شايفها اكتر ده على مستوى الجمهوريه كلها على مستوى الجمهوريه يعني دي الصعوبات اللي واجهتنا ان احنا ازاي ندخل اصلا البطوله دي طيب كابتن التنسيق بيحصل ازاي مع نواديهم يعني هل الشباب بتتمرن فقط في المنتخب ولا بيتمرنوا في نواديهم فقط ولا بيحصل تنسيق ما بين الاثنين بالذات وقت في الفتره ما قبل البطولات يعني في البطولات الدوليه في البطولات العاديه هم بينافسوا بعض بقى فما بيبقاش في تنسيق اعتقد مع احنا عندنا حاجه يمكن الباشمهندس ياسر ادريس اتكلم فيها رئيس الاتحاد
وكانت سبب رئيسي في ان احنا يعني يمكن بقى في منافسه عاليه جدا المنافسات المحليه او بين الانديه. الحمد لله يمكن النادي كمان عندنا يمكن سبحان الله صدفه برضو ان كابتن احمد سمير وكابتن دريم من نادي واحد نادي حدائق الاهرام يمكن هو بيشهد عصر ذهبي في رئيسه المهندس محمد نافع وطبعا اهتمام كبير من استاذ هاني فراج امين الصندوق. ده كله بيقدم للسباح يعني يمكن السباحه الفتره دي انا شايفها في تطور واهتمام اكتر من الجماهير. يمكن ناس كتير بدات تدخل في السباحه، انا كنت شايف ما فيش حد قوي يعني دايما الالعاب الجماعيه يمكن واخده كل الاسبوت، لكن الحمد لله يمكن الحاجات دي اثرت اكتر جماهيريا بدات الناس تركز مع واثرت على السباحين. السباحين بداوا يهتموا بنفسهم لان هم شافوا دعم واهتمام من الناس طبعا. مش بس من ولي الامر، لا الناس كلها متابعانا. يمكن السوشيال ميديا زي حضرتك كده برضو ان احنا النهارده في برنامج كبير زي ده بي اكيد بيدعم كل السباحين. لا ابطال طبعا لازم نسلط الضوء عليهم عشان الناس تعرفهم بكل تاكيد. طيب احنا دايما في اتجاه زي ما انت بتقول كده الاولياء الامور ان هم يودوا اولادهم تمرين سباحه من هم صغيرين، اول حاجه بيبتدوا بيها هي السباحه بالظبط، بس مش الكل بيكمل عشان المصيف عشان المصيف عشان واحنا بنعوم ما يفضلوش متشعبطين في رقبتنا لكن مش الكل بيكمل، مش الكل بياخد الطريق ده. ايه خلاك يا دارين خدت الطريق ده؟ وانا يعني بصراحه انا كنت بحب السباحه قوي من وانا صغيره كده، وكان نفسي يعني كان نفسي كنت دايما لما اشوف الابطال اللي هم في الاولمبيكس وكده كان نفسي اخش الاولمبيكس قوي. وكنت بحب الموضوع ده من وانا صغيره، فلو انا عشان انا كملت اكتر عشان انا بحب السباحه وكان نفسي اعمل فيها حاجه وكده. فيعني هو الموضوع كله ان انا بس بحب السباحه. زي مين بقى من الابطال اللي بتحبيهم؟ يعني مايكل فيليبس مثلا، ادم بيسي. من وانا صغيره كنت بحب مايكل فيليبس قوي برده، بس يعني في كذا حد يعني برده اليوم عشان ده برده لسه طالع جديد برده وحبيته قوي بصراحه وعم حلو. بس كابتن فريده طبعا فريده عثمان طبعا طبعا كابتن احمد، يعني فكره بقى ان البطولات اللي ورا بعض والتنسيق اللي بيحصل ما بين البطولات وان ما بقتش البطولات موجوده بس في القاهره، يعني بعطاره البطولات في المحافظات دي، اعتقد ان انتوا بقيتوا بتتعرفوا على اماكن مختلفه وبتشوفوا السباحين المحليين، فيمكن ده بيفرق كمان في التايمنج او التوقيت اللي انتوا بتبقوا عاملين حسابكم فيه في المسافات الصغيره. طبعا احنا بيبقى في بطولات كتير في اسكندريه، وبطوله كاس مصر بتلعب في اسكندريه، وبطولات دوليه بقى بره مصر، فدي طبعا بتعرفنا على اماكن اكتر وبنتعرف على سباحين ما كناش نعرفهم خالص، طبعا سباحين دوليين جامدين يعني، فده بيدينا خبره حلوه وبنشتغل عليها بقى في التمرين، ان احنا لما بنشوف سباحين جامدين بنتفرج على سباقاتهم بنتعلم منها. فبتحس بقى الفرق بين سباح وسباح، بتتفرج طبعا على السباق فعلا. يعني اللعبه برضو قائمه على انك بتتابع اللي حواليك، مش ستايلك بس في السباحه او طريقتك او توقيتك. انا كده كده سباقي في المايه بيبقى مع نفسي، التايم بتاعي مع نفسي طبعا، فده برضو بيساعد بلعب على التايم بتاعي، بس لما بتفرج على ناس وكده ده بيساعد برضو شويه. جميل. كابتن، هل بتشتغلوا على الجوانب النفسيه للعيبه؟ ده انا عايز اقول لك الجانب النفسيه دي دلوقتي بقت مشكله كبيره جدا بتواجهنا، خاصه ان انت زي ما بقول لحضرتك احنا السباحه دخلت في ان انت دلوقتي في متابعه، وخاصه كل ما بتطلع فوق بيبقى في ظبط اكتر طبعا، وفي اهتمام، وفي اصلا الجانب النفسي للسباح ان انت شايف ان الناس كلها شايفاك، ولو انت عملت وحش الناس كلها تتكلم عليك وحش، ولو اتكلمت حلو الناس كلها تبقى مبسوطه بيك. التفكير مع نفسه ده طبعا دلوقتي انا شايف ان في اهتمام كبير جدا، خاصه ظهر المعد النفسي لكل الرياضات والتخصص. ازاي نعزلهم بقى عن الاجواء دي عشان يركزوا في البطوله بس؟ بالظبط، يعني احنا يمكن ساعدنا شويه الاجازه حاولنا نعمل زي معسكر بسيط كده، كل تركيزنا بس على التمارين، وبدانا نشتغل على التشجيع اكتر، لان كل ما بنقرب كل ما كلمه كويسه بتفرق. وتركيز على الاخطاء طبعا بناخدها بطريقه ايجابيه اكتر بتفرق معانا، طبعا مع الاستعانه مع الجانب النفسي ناس متخصصه ده بيفرق جدا. بكل تاكيد. مره ثانيه مبروك للابطال، شرفتونا ونورتونا، وربنا معاكم ان شاء الله في اللي جاي. احنا خلاص بقى نستنى منكم ذهبيات على طول ان شاء الله. دعواتك وان شاء الله ربنا كل الخير لمصر باذن الله ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك كابتن جمال ناصر مدرب سباحه، وابطال مصر في السباحه دارين عادل مواليد 2010 والسباح احمد سمير مواليد 2008، شكرا جزيلا ليكم. شكرا.